أحد الطلاب مستاءة من فروض مدرسية حول الكحول والجنس والمخدرات. غضبت إيمي لوبر وهي أم لأحد الطلاب الفتيان بعد أن شاهدت الفروض المدرسية الفنية، حيث كان الفرض بخصوص العادات السبعة الأكثر فعالية في حياة المراهقين. أحيانا نحظى بيوم سيء، لكن لحسن حظك يقيم أحد الأصدقاء حفلة صاخبة، فنذهب إلى الحفلة ونبدأ باحتساء الخمور وبعدها تسكر وتبدأ بالتحدث مع فتاة تراها لأول مرة في حياتك، من ثم تصعد إلى أحد الغرف الجانبية بغية التعارف، وبعد أسبوع ينتهي بك المطاف تمارس الجنس معها، وبعدها تكتشف أنك أصبت بالفطور وأمراض إنتانية أخرى بسبب عدوى جنسية بسبب تلك الليلة. لقد غضبت السيدة لوبر ومنعت ابنها من إكمال فرضه المدرسي، واتصلت بمدير المدرسة في إعدادية ماريون باول